السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي طب العيون وحلقة جديدة النهاردة. بيسعدني إن أكون معاكم على الهواء مباشرة، ويسعدني تلقي استفساراتكم وآرائكم وأسئلتكم على الهواء مباشرة على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي. أنا سلسلة الحلقات دي كنت عامل فيها عن تصحيح الإبصار بالليزر وزرع العدسات وإزالة المياه البيضاء، لكن جالي أسئلة كتير قوي عن السكر. مرضى السكر جات منهم أسئلة كتيرة سواء تخص الجزء التصحيح أو تخص العين عامة، فالنهاردة قلت أقول نبذة كده عن مرض السكر وعلاقته بالعين. هل مرض السكر له علاقة بالعين أو هل العين بتدينا انطباع عن مرض السكر؟ فالنهاردة إن شاء الله هتكلم في كذا عنصر بما يخص مرض السكر. فالنهاردة إن شاء الله هتكون حلقة مهمة لمرضى السكر اللي هو نسبته كتيرة مش شوية، وهنرد على كتير من الاستفسارات اللي بتتسأل لنا سواء خارج الهواء او على الهواء مباشرة. النهارده هنقول بس ايه موضوع السكر والعين، هل السكر هيأثر على العين ولا ما بيأثرش، وهل انا كطبيب عيون يهمني السكر، وهل انا كطبيب عيون ممكن اشخص السكر؟ اولا مريض السكر ده مريض يخصني زي ما بيخص دكتور البطنه بالظبط، يخصني انا كطبيب عيون زي ما يخص دكتور البطنه بالظبط، لان زي ما بيعمل مشاكل على الجسم ممكن يعمل مشاكل على العين. فانا هنا بقول يا كل مريض سكر او عندك اشتباه في سكر او شك في سكر، لو سمحت لما تيجي تزور دكتور البطنه زور معاه دكتور الرمد، لان ببساطه خالص انا بيجي لي حالات بكتشف انها عنده سكر من خلال حاجه اسمها الارتشاحات السكريه على الشبكيه. اول ما بلاقي في رشح سكري بقول له انت عندك سكر، مرضى كتير يقول لا انا ما عنديش، فاقول له طب روح اعمل تحليل بسيط يعمل، فافاجئ ان هو مريض سكر وهو ما عندوش خلفيه او لا يدري او لم يكتشف قبل كده. فبقول لحضرتك لو سمحت لو انت عندك شاكك ان في سكر او حضرتك بتابع مع دكتور البطنه للسكر، لو سمحت تعال لي انا كدكتور عيون او اي دكتور عيون عامه، تعال لي نبص عليك. طب نبص عليك امتى؟ اولا لازم ابص عليك في الاول، اول ما دكتور البطنه يكتشف عندك سكر او انا اكتشف عندك سكر لازم اقيم حالتك دلوقتي في الوقت اللي انا اكتشفتك فيه، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، انا اكتشفتك بعد كده وقلت لك روح لدكتور البطنه او دكتور البطنه بعتك لدكتور الرمد، فعملت لك فايل عندي او عملت لك ملف عندي، وبعد كده هقول لك تابعني كل 3 شهور، تابعني كل 6 شهور، تابعني كل سنه على حسب حاجه العين او على حسب تقديري لوضع العين نفسه. في مريض اقول له تعالى لي بعد سنه، وفي مريض لا اقول له لا تابع معايا بصوره مكثفه شويه على ما نطمن على وضع العين. وده هيجرني لسؤال تاني، سؤال دايما اقوله للناس، مين اللي يجي يكشف على الدكتور الرمد او الدكتور العيون من غير ما يشتكي من العين؟ ده سؤال مهم قوي. يعني انت حضرتك الساده المشاهدين حتى لو ما عندكش سكر، انت مين المريض اللي يجي من غير ما عينه توجعه المفروض يزور دكتور الرمد؟ اولهم مريض السكر حتى من غير شكوى، لان انا مش هستنى لما يحصل شكوى، ان مجرد ان حصل شكوى من الرشح السكري وبدا يؤثر على قوه الابصار معناها ان انا بقيت في مرحله من متوسطه الى متاخره. فانا بقول لحضرتك لو سمحت اول واحد هو مريض السكر، لو سمحت تعالى لي من غير شكوى، تعالى لي من غير شكوى، ابص عليك اقول لك اه والله ده انت كويس، او اقول لك لا نقف هنا ده انت عندك مشكله محتاجه كذا ومحتاجه كذا ومحتاجه كذا. وغالبا ان شاء الله هقول لك ما عندكش مشكله، بس هكون انا مطمن وحضرتك تكون مطمن. ده رقم واحد مريض السكر. رقم اثنين، حاجه بقى بنشوفها كتير قوي، المريض اللي عنده صداع. لو سمحت دايما بيجي لي المريض بعد ما ياخد كميه مسكنات على ما الصداع يقل شويه يكون معدته تعبته، فبقول لك لو سمحت ولو سمحت الزملاء الافاضل بتوع البطنه، لو سمحت خلي ما بيني وما بينك لينك، خلي ما بيني وما بينك ارتباط في نقطه الصداع، لان الصداع له اسباب كتير مش من البطنه بس، وعندنا اسباب مشهوره قوي في العيون. يعني مجرد ما انت المريض هيجي لي ويقول لي انا عندي صداع، هبص على حاجات عندي 1 2 3، لقيت عندي اسباب دي هقول له الاسباب دي عندي وعلاجها كذا والصداع هينتهي ان شاء الله. لو ما لقيتش بقى انا الاسباب دي هقول له ببساطه خالص انت من ناحيه العيون سليم، يبقى احنا هنكتشف او هندور في جزء تاني. فانا كده فضيت شغلك او فضيت ذهنك من ناحيه العيون خالص، عشان ما اجيش اقول لك ده هل من العيون ولا من انف واذن، يبقى انت مريض السكر، مريض الصداع، والصداع عندنا له اسباب مشهوره بالنسبه لي كدكتور رمد، واسباب ممكن تكون بسيطه جدا وما بيكونش فيها شكوى غير الصداع.
اشهرها مثلا طول النظر او الاستجماتيزم. ده مريض شكوته الاساسيه ان هو بيصدع، ممكن مريض طول النظر البسيط درجه درجتين، عضله التكيف قدرت تتغلب عليهم، بيشوف ستة ستة كمان، لكن هو مشكلته ان هو بيصدع. طيب المريض اللي بيصدع ده لما هيجي لي هقول له اه انت شايف كويس، لكن انا هلبسك نظاره منها هتريع عينيك ومنها هتحوش الصداع خالص، يبقى انت حلك الاساسي هو النظاره. النظاره بقى او بدايلها، عدسه لاصقه، تصحيح، لها حلول كتير، لكن احنا النهارده بنتكلم على مريض الصداع اللي نظر كويس وانا مضطر اعمل له اجراء من ناحيه ثانيه كعيون ان انا اشوفه السبب من عندي ولا لا، يبقى اول حاجه نقطه النظاره. رقم اثنين، اطمن ضغط العين عالي ولا مش عالي، اللي هي بنقول عليها ايه، ارتفاع ضغط العين او الجلوكوما او الميه الزرقاء او وفي حالات كتير بنكتشفها من خلال الصداع. رقم ثلاثة، ودي نقطه مهمه قوي، ان انا ساعات في المرضى بكتشف سبب الصداع هو تورم في العصب البصري نتيجه ارتفاع ضغط المخ. صحيح دي مش كتيره، لكن لما بنكتشف حاله واحده او حالتين او ثلاثه بنكون سعداء جدا ان احنا اكتشفنا حاجه بسيطه من خلال كشف بسيط اللي هو كشف قاع العين، وبوجهه على دكتور مخ واعصاب او نحل المشكله الرئيسيه. لكن اللي عندك سكر تعالى لدكتور الرمد حتى من غير شكوى، اللي عندك صداع لو سمحت هي دي شكوى، ما تتنيش اتجاه واحد. دايما في مرضى يجي يقول لي انا عندي صداع بس انا مشكلتي ان انا عندي الضغط. طيب انت بتاخد علاج الضغط؟ اه باخد علاج الضغط. طب الضغط مظبوط؟ اه مظبوط. طب امال عندك صداع ليه؟ فيقول لي من الضغط. لا، الضغط طالما اتظبط المفروض ان هو اعراضه تقل. طب لو الاعراض ما قلتش، لا يبقى في ندور على سبب تاني. فانا بقول للمرضى وبقول لزميلنا الاطباء البطنه، لو سمحت لما ما تلاقيش مشكله عندك دور فيه، وانا لو لقيت مشكله عندي هقول لك في مشكله وهبعت لك الرد واقول لك في مشكله ومحتاج كذا، ولو ما لقيتش هقول لك لا ما عنديش مشكله مش محتاج. ده رقم اثنين، مرض الصداع. مرض الكلى. مرضى الكلى دايما تدهور حاله الكلى بيكون شويه مرتبط بتدهور حاله الشبكيه خاصه في مرضى السكر. يعني لما الاقي مريض سكر وعنده مشكله في الكلى من الدرجه الثانيه غالبا الاقي معاها تدهور في الشبكيه في الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه. فاي مريض كلى خاصه مرضانا اللي بيغسلهم ربنا يشفيهم، لو سمحت زور دكتور الرمد وانت في المستشفى بتغسل في جلسه، او حتى لو ما وصلتش لدرجه الغسيل كل فتره تعالى قول لي انا عندي، انا بشتكي من كذا ومحتاج ابص على الشبكيه، اطمن على عينيا، هل مشكله الكلى مقصره ولا لا؟ وخاصه الناس اللي بتغسل وبتحط هيبرين على الجلسه بتحط حاجات مضادات الجلطات على الجلسه، اللي بتعمل شويه نسبه سيوله، فدايما انا ببقى محتاج ابص انا عليه واقول له محتاج كذا، لا الدكتور قال لي الكذا زود كذا، فالموضوع بيكون مهم بالنسبه لي. طيب اخد اتصال الاول، اتفضل استاذ احمد. اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ مجد؟ اهلا استاذ احمد، اتفضل يا فندم. ازيك دكتور ابراهيم؟ اهلا وسهلا استاذ احمد. طيب الاتصال انقطع. هنكمل بقى موضوع المرضى او الناس العاديين اللي لازم يزور دكتور الرمد. وقلنا هنكمل ونقول مريض السكر، احنا بنعيد تاني وبكرر تاني علشان دايما الناس دول هنستفاد كتير من الساده المشاهدين اللي هم قاعدين ودايما تلاقي عنده صداع ودايما عنده سكر وما سالش، وبيجي لي مريض السكر عندك سكر بقالك كام سنه؟ يقول لي 15 سنه. اخر مره عملت فحص قاع عين امتى؟ ما عملتوش خالص. لا ده مش صح. لو سمحت عندك سكر كل 6 شهور روح لدكتور رمد من غير شكوى. وانا لما هتجي لي اقول لك لا، خلي كل 6 شهور دي، خليها كل سنه او خليها كل 6 شهور او خليها كل 3 شهور، تعالى لي على حسب وضع عينك انت. طيب وقلت بعد كده مريض الصداع، وقلت في اسباب كتيره وحلول كتير قوي بتبقى من عندنا وحلول بسيطه خالص وما فيهاش اي مشاكل وحل بسيط قوي بيقطع مشكله مستمره لسنوات. تالت حاجه قلت مريض الكلى، وقلت مريض الكلى المرضى سواء بيغسل او لسه ما وصلش لمرحله الغسيل. نقطه مهمه قوي بقى بنشوفها في الاطفال المولودين حديثا. الطفل يبقى مولود ودايما عينيه بتطلع افرازات كتير قوي، وبعدين افاجئ ان هو جاي لي بعد 6 شهور، بعد سنه، بعد شهرين، حتى كده برضه كتير. لان حضرتك لو مولود لك طفل وانت حاسس ان في مشكله وانت اقترحت ان المشكله بسيطه، لا دي مش مشكله بسيطه، دي في حد ذاتها مشكله. اقتراحك او تحديدك للمشكله بسيطه دي في حد ذاتها مشكله، ان المفروض حضرتك تروح لدكتور الرمد او دكتور العيون وهو يقول لحضرتك ببساطه دي مشكله
ولا دي حاجه عاديه؟ صحيح معظم الحالات بتبقى عاديه، لكن في حالات بتبقى مش عاديه، لا محتاجه تدخل، محتاجه تدخل في سن اسبوع وفي سن اسبوعين، زي مرضى المايه البيضاء والمايه الزرقاء. مرض المايه الزرقاء المولود بيها ده ما بيجيش باي مشكله غير ان عينيه بتدمع، فنفاجئ ان الام جايه بتقول ده هم قالوا لي ان العين بتدمع وهتخف لوحدها. مين اللي قالوا لك؟ الناس. لا ده كلام مش صح، لو سمحتي روح للدكتور خليه يقول لك ده الدماغ ده هتبطل لوحدها ولا لها سبب قوي. مش محتاج حل، والموضوع مش دموع بس، ده الموضوع فيه مياه زرقاء، والموضوع فيه ارتفاع في ضغط العين، الموضوع فيه عصب بصري ممكن يتاثر من طول الفتره. فلو سمحت الاطفال اللي مولودين حديثا لو حسيت باي مشكله دموع افرازات لا تنقطع، واحنا زمايلنا اطباء الاطفال دايما زملائنا اطباء الاطفال دايما يكتبوا قطرات، ما فيش مانع، لكن لو سمحت لما ما تلاقيش استجابه لثلاث ايام اسبوع اعرض على دكتور رمل. هاخد اتصال واكمل معاكم ان شاء الله. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل علي صوت حضرتك شويه. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك، انا والدي عنده 60 سنه. 60 سنه. 63. وعمل عمليات الجسم الزجاجي. جسم استئصال جسم زجاجي. عشان السكر اثر على ال على الشبكيه. كويس. تمام. اتفضل. كنت بسأل حضرتك يعني هل الموضوع ده ليه علاج؟ ان هو دلوقتي بقى نسبه الرؤيه 10%. نسبه الرؤيه 10%. هو عمل ليزر قبل استئصال الجسم الزجاجي؟ عمل ليزر وحقن سيليكون في العين. وبرضه بيحصل الموضوع نزيف. السيليكون ما زال موجود؟ لا، في عين فاضيه خالص، والثانيه نسبه الرؤيه بتاعتها 10%. العين يعني ايه عين فاضيه خالص؟ يعني عين ما بتشوفش خالص؟ بالظبط كده. ما بتشوفش خالص. طيب اسمعني. عايز اعرف من حضرتك يعني هل في امل في الشفاء، ولا هو الموضوع موضوع برضه الخلايا الجذعيه ده مهم دلوقتي، ولا الامل فيه ضعيف؟ طيب اسمعني من خلال التلفزيون يا فندم. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا استاذ احمد. والله الاستاذ احمد سال سؤال كتير قوي من المصريين بيعانوا منه. هو مريض السكر وموضوع الجسم الزجاجي واستئصال الجسم الزجاجي وعمل ليزر وهل هيشفى ولا لا. احنا بنقول دايما ان انا لو ما حققتش زياده في نسبه الرؤيه فانا بعمل ثبات في نسبه الرؤيه. يعني مريض السكر اللي بيجي لي برشح سكري لو كيرف او منحنى الرؤيه بتاعه بينزل كده بالشكل ده، وانا قدرت في مرحله من المراحل او اخليه ثابت، فده بالنسبه لي نجاح. انه لو انا ما عالجتوش، لو ما عملتوش ليزر، لو ما عملتوش الجسم الزجاجي، كان زمان الموضوع تدهور اكتر من كده. طب اخد اتصال واكمل الاستاذ احمد. مدام ماجده. اتفضل يا مدام ماجده. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور لو سمحت، انا دكتور انا من امتى يجي اكتر من شهر كده كنت ماشيه في الشارع فجسم غريب دخل في عيني. لو سمحت ممكن توطي التلفزيون شويه؟ أنا اسمعيني من خلال التليفون بس. اتفضلي. ماشي. دكتور كنت من امتي بشهر يعني وانا ماشيه في الشارع حاسه ان في جسم غريب دخل في عيني، لحد الان عيني الشمال احس فيها ان في جسم غريب بقى فيها. طب الجسم الغريب عينيكي حمراء على طول ولا هاديه؟ هي مش ملتهبه جامد، يعني هي حمراء بسيطه. طب حضرتك حد دكتور رمض شافك؟ رحت كشفت وكده، الدكتوره قالت لي التهابات وممكن حاجه معديه وكده، وانا ما اقتنعتش بالكشف بتاعها. بقالك قد ايه يا فندم؟ بقالي اكتر من شهر. اكتر من شهر وعين واحده اللي تعبان؟ عين الشمال اللي دخل فيها الجسم الغريب لما كنت ماشيه في الشارع. طيب الرؤيه كويسه فيها؟ انا الحمد لله نظري كويس. الرؤيه كويسه. ماشي. اتفضلي يا فندم اسمعيني من خلال التلفزيون. طب هو حضرتك مدام ماجده بتسال ان في حاجه، حاسه ان حاجه غريبه جت في عينيها وهي بتشتكي انها بقى لها شهر. فانا دايما بقول لما يجي جسم غريب او لما بلاقي عين واحده حمراء بشك فعلا ان في جسم غريب، حتى لو المريض ما ادانيش قصه مرضيه ان في حاجه جت في عيني. انا دايما بقول لما يكون في عين واحده اللي حمراء فنتوخى الحذر ونهتم بالموضوع. لو حضرتك حتى الدكتور قالت لك التهابات هي اضرب الموضوع، لكن لو الاعراض ما راحتش يعني المرض ما زال موجود والاحساس ما زال موجود، لا يبقى ممكن يكون جسم غريب غير ملحوظ. في اجسام غريبه بتبقى شفافه زي قطع الزجاج الصغيره جدا، ساعات تبقى تحت